مساء الخير لجميع الإخوان الممثلين لوسائل الإعلام اللي شرفوا لهون على بيتكم الصغير. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على مواكبة الانتخابات والتنافس الديمقراطي في دولة الكرمل. نحن على عتبة انتخابات وشيكة، عندنا تقريبا 3 أسابيع حتى يوم الانتخابات، وأريد أن أحيي جميع أهالي البلد وأقول دعنا نحافظ ونؤكد أن تكون هذه الجولة الانتخابية ليست بمعركة، لتكون نزيهة وديمقراطية وتعتمد على الاحترام المتبادل وعلى الحوار الديمقراطي، وأيضا بالنسبة لجميع المواطنين أن تكون حسب رؤية برنامج عمل، أن تعطي للمواطن الديلاوي فكرة، تعطيه أمل، تعطيه برنامج عمل، لكي يعلم المواطن بأن المرشح أيا كان يأتي إلى المواطن بأيادي نظيفة، وأيضا من خلال احترام الوعي للمواطن. وبتأمل أنه نمر في هذه الجولة الانتخابية بدون ما يمس أي إنسان في الدالية أو أسرة أو مجموعة بشرية أي سوء، أي مشكلة، بدناش نواجه أي مشاكل، بدنا نحافظ على أنه نحن أهل بلد. نحن في نهاية الأمر رايحين نلتقي بكرة في العرس وفي مناسبات أخرى، نحن كلياتنا أسرة واحدة، عائلة واحدة، بيت واحد، وزي نحن بنقول دائما دالة الكرمل عائلتي، كلها عائلة واحدة، كلها مجموعة واحدة. لذلك هذا أول قضية أريد أن أطرحها وأنا أتحدث عليها أمام وسائل الإعلام، هذا أولا. ثانيا، لا شك أنه هذا المؤتمر الصحفي الذي دعينا إليه يأتي على خلفية تصريحات مسيئة وعلى خلفية اجتماعات سياسية كانت هذا الأسبوع في إحدى الحركات السياسية، وأخص بالذكر حركة سوا التي أقامت مهرجان سياسي أو اجتماع سياسي لطرح برامج عمل لإقناع المواطن الديلاوي بأنها تملك مرشح جيد وبأنها لها رؤية وبرنامج عمل. ولكن مع الأسف الشديد، وهي نقطة أساسية في لقائنا اليوم، نتيجة اجتماع حركة سوا في الحارة الغربية كان القذف والتشهير، كان المس بكرامات الناس وانتهاك حرمة البيوت والدخول إلى أقدس المقدسات للبيت وللأسرة. وهذا شيء يعتبر في نظري سابقة تاريخية منذ قيام المجلس المحلي في دولة الكرمل سنة 1951. لا يمكن أن نمر مر الكرام على مثل هذه الظاهرة. نحن لاحظنا وشفنا وتابعنا أن كل المرشحين في عندهم الحق في إجراء كل الاجتماعات والمراسيم وإقناع الجمهور بصواب برنامج عملهم وبطريقهم، ولكن لنصل إلى درجة ندخل إلى البيت ونتدخل بين الرجل وزوجته وندخل بين الأهل وبين الأصدقاء، فهذا الشيء أنا برأيي مرفوض جملة وتفصيلا. كمان للأحياء وكمان للأموات، أنا أفكر أنه كل أسرة في دولة الكرمل، كل بيت، كل إنسان في عنده ضمير، كل إنسان في عنده احترام لكرامة الإنسان فينا لا يرضى بهذا الشيء، ويجب أن نستنكر مثل هذه الأعمال والتصريحات لمرشح الرئاسة الأخ كرمل نصر الدين ولرئيس البلدية الأسبق الأخ أكرم حسون. يعني أنا أتوجه من هنا إلى جميع أهالي دولة الكرمل وأنا أقول كان بودنا أنه تكون المعركة الانتخابية معركة على برنامج عمل، على رؤية، على احترام الناس، على احترام وعي المواطن الدلاوي، وليس على التشهير والقذف والدخول إلى حرمة البيوت. كان بإمكاننا أيضا أنه نحن نرد الصاع صعيد ونرجع كمان في هذه القضية. وأنا أقول لكم صراحة، في الأول الأخيرة، في الأيام الأخيرة بعد هذا اللي صار، توجهوا إلنا على البيت، إلي ولزوجتي، ناس مع مستندات، مع ديسكات، مع صور، تعالوا نعطيكم عن المنافسين الآخرين، تعالوا اشهروا كل هاي الأشياء وظهروها،
ونحن بنعطيكم المستندات اللي ممكن تدخل هاي الناس للسجون، وممكن تسبب لهم مشاكل في بيوتهم، وممكن تسبب لهم مشاكل مع الناس ومع اهل بلدهم. انا بوعدكم هون من خلال كل وسائل الاعلام المحترمه الموجوده هون، نحن مش رايحين ننزل لهذا المستوى، مش رايحين باي شكل من الاشكال نتعرض لكرامات الناس، لاعراضها، لبيوتها. مش راح اقبل انا يجيب اي بني ادم على بيت رمزي حلبي صور او مستندات، او يجيب على بيت رمزي حلبي اي شيء اللي هو ممكن يمس في كرامات الناس وفي حرمة الناس، لا يمكن هذا الشيء. فنحن يعني نلتزم من هذا في هذا المؤتمر ان نحافظ ونبقى فقط في الحوار الديمقراطي، في طرح المواضيع الأساسية التي تهم الناس وتهم أهل بلدنا، مشان يقدروا يتخذوا القرار بالنسبة للمرشح الأفضل، بالنسبة لإدارة المجلس المحلي، بالنسبة لإخراج دالة الكرمل، والكرمل عامة من ورطة الديون وورطة الإدارة الغير سليمة وعدم إعطاء الخدمات للمواطنين. نحن نعرف أنه اليوم السلطة المحلية موجودة في أزمة خانقة، في أزمة كبيرة جدا، لا في دفع معاشات ولا في خدمات. صار مستوى توقعات المواطن من السلطة المحلية على مستوى برميل النفايات لا أكثر من ذلك. فكيف يمكن أن نضيع الوقت على أنه نتهم بعضنا اتهامات؟ وأنا أريد من هنا أن أتوجه للأخ كرمل نصر الدين أن يستنكر هذه التصريحات، وأن يخرج للجمهور ببرنامج عمل وباحترام للناس، وليس بالقذف والتشهير لرمزي حلبي ومجموعة رمزي حلبي. هذا بالنسبة لنا مهم جدا. كان في كمان في الخطابات اللي كانت وفي الحديث اللي كان على مدار فترة طويلة، كان في حديث على مستندات، وكأن هذه المستندات تعتبر لائحة اتهام ضد رمزي حلبي. أنا بدي أقول لكل وسائل الإعلام بكل مسؤولية، رمزي حلبي مش موجود في قفص اتهام. كل المستندات اللي طرحت في الاجتماع اللي كان لحركة سوا كلها مستندات صلنا بنشوفها 5 سنوات على الساحة السياسية والاجتماعية. ما فيش إشي جديد، لا جديد تحت الشمس، ما أظهروش إشي. الإشي الوحيد اللي شفته شك 2000 شيكل مش معروف من مين لمين وليش وكيف. هل هذه الاختراعات أو هذه كشف المستندات التي ستكون لائحة اتهام جنائية ضد رمزي حلبي؟ أنا أقول لكم شيء واحد، أنا واثق من نفسي، وكل الأشياء اللي طرحت كانت في الماضي. وممكن مشان ما ندخلش يعني ونتعب الناس في انه هاي القضايا نيجي ندخل فيها مستند قضيه قضيه، انا بدي اقول لكم طلعت على المستندات لقيت فيها 4 مواضيع اساسيه. اول موضوع قضيه التخطيط، يعني الخارطه الهيكليه، الخارطه المفصله جيميل 1209 لأيام الشخف، والقريه الرياضيه والمدينه الرياضيه، وكل هاي الاتهامات انه رمزي حلبي تآمر على البلد بالنسبه للارض، صرنا نردين عليها 1000 مرة ونفرجين انه كل القضية هاي قضية ما في إلها اساس من الصحة. كل قضية التخطيط في دالة الكرمل بالعكس عملنا على انه نحافظ على ام الشقف وعلى اراضي البلد، وانه نطور ونجيب مشروع 35 مليون شيكل كنا صار جايبين موافقة لانشاء المدينة الرياضية، ولكن لم ينفذ هذا الشيء. الموضوع الثاني اللي طرح هو قضية ادارة الحسابات في المجلس المحلي مع شركة الجباية، تحشبنوت عن حفرات الفياء، يعني مع الشركة الاقتصادية، حريقات صخار أو خروقات في الأجور. أنا بذكر الجميع أنه عندما أنا كنت رئيس مجلس محلي ما كانش في ولا واحد يأخذ صخار كثيرين أو يعني معاشات كبار الموظفين، بالعكس الكل كانوا يأخذوا معاش زي بعض. في زمن البلدية صار في صخار كثيرين مع موافقة وزارة الداخلية، بدون موافقة وزارة الداخلية، بشكل غير قانوني أو بشكل غير قانوني. بالنسبة للشركة الاقتصادية أحترم قرار رئيس البلدية الأسبق بأنه بدوش يشتغل مع الشركة الاقتصادية، قرر أنه ينهي عملها للشركة الاقتصادية. طبعا أنا كان بودي أنه يستمر ويعمل مع الأخ سامي أبو حمود اللي كان مدير الشركة الاقتصادية، ولكن لأسباب كل واحد ممكن أنه يعرفها، وخاصة أسباب واعتبارات شخصية وسياسية، تم القرار بأن نقصي السيد سامي أبو حمود عن كل مؤسسات البلدية. وثانيا ذهبوا إلى القضاء وكان في محاكم بناته، لذلك
يعني انا مش مسؤول في انه اذا الشركة الاقتصادية يعني يهتم بها رئيس البلدية ويريد ان